بنرحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. وإزاي نلمع الحاجات بقى اللي لونها فضي ذهبي، الذهب، الفضة، أنا بقول اللون أو الحاجات الفضة أو الذهب اللي عندنا من غير ما نبوظها، لأن الحقيقة إحنا عندنا بس كده شوية أفكار أو بنبقى أشطر حاجة فيها. ندخل على النت بقى ونشوف بقى على اليوتيوب ولا حاجة طريقة تلميع كذا، فيقول لك حط كربوناتو، حطي معجون سنان، لا هاتي فرشة سنان ودعاكي بيها، لو حطيتي بقى شويه خل مش عارفه هيحصل ايه، وبنبقى مش عارفين الحاجه اللي عندنا لو عملنا فيها الكلام ده هيبوظ ولا احنا بنجرب وخلاص باظت خلاص هي نصيبها كده. فاكيد بتبقى في حاجات غاليه علينا وهي اصلا غاليه وخساره انها تبوظ. تعالوا نشوف الطريقه الصحيحه اللي نلمع بيها المشغولات سواء الذهب او الفضه او حتى اللي لونها كده عشان نحافظ على رونقها وبريقها وقيمتها كمان ما تقلش. وبيسعدنا ويشرفنا استاذ مجدي كامل صاحب احد مصانع المنتجات الفضيه والذهبيه. صباح الفل استاذ مجدي. صباح الفل يا فندم، منورنا، اهلا بيك. الله يخليك، منورنا جدا. اهلا بحضرتك. طيب صباح الورد. انا عايز ابتدي في الاول، طبعا حضرتك جايب لنا امثله جميله وحاجات حلوه خالص. احنا كل واحد فينا ممكن يكون بيحتفظ بحاجه ذهب فضه، بيبقى عايز يعني يحافظ عليها مع الوقت، ده في بيبقى وارث حاجات عن جده وجد جده وحاجات كده وعايز يحتفظ بيها. نبتدي الاول بالحاجات الفضيه ولا نبتدي باي معدن تحب حضرتك نبتدي بيه؟ اي معدن حضرتك. الفضه مثلا. الفضة عشان نحتفظ بيها في ناس بتجيب كربوناتو وحاجات سوائل. الكربوناتو ده أسهل حاجة بتنضف الفضة، بترجع الفضة لرونقها. يعني دي صح بس قبل ما نعمل دي معلومة صح. بس قبل ما احنا نعمل كده، هل الفضة واخدة طلة مش واخدة طلة؟ هل الفضة دي طبيعية؟ لو هي على طبيعتها بنحط ايه؟ بنحط شوية مية سخنة في كاتل وبنحط فيهم اللي هو السلسله او الحاجه المنتج اللي عندنا من الفضه وبنسيبه قد 5 دقايق بالظبط. ميه سخنه بس؟ ميه سخنه. لو ميه سخنه ومعاها شويه اي مسحوق غسيل لقيمه 5 دقايق بالظبط. بعد 5 دقايق بنطلعها وبندعكها بالكربوناتو، وبعد كده بنرجعها في ميه سخنه وننشفها بفوطه قطن، بنراحة كده خالص، نطلع منها الفضه، نطلع منها ايه؟ الميه. درجه الميه بتدي بقى الرونق بتاع الفضه. هو ايه اللي يخلي الفضه تغمق او تسود حتى لو مش سلسله تتلبس او حاجه؟ يعني انا ركناها مثلا في حاجه، اجي اطلعها على اعتبار ان دي معدن، يعني ما الفضه غاليه برضو، بس الاقي لونها اسود شويه او غير. الفضه طبيعي ان هي تغمق، بيغير لونها شويه من عوامل الجو ومن الاملاح الجسم. في املاح بيغير برضو ايه؟ بيخلي الفضه تسود وبتقلب. فده عشان احنا نحافظ عليها، يعني من فتره للاخر نعمل زي ما انا بقول كده، يعني لو كل اسبوع مره نحطها في شويه ميه سخنه ونغسلها هتفضل برونقها على ميه سخنه. ميه سخنه مع شويه رابسو او اي مسحوق غسيل، وبعد كده شويه كربونات. لو ما فيش كربونات ما فيش عندنا كربونات، حاجه بسيطه قوي، بالميه السخنه وبالمسحوق ده، ولو في فرشه اسنان او فرشه عاديه، فرشه اسنان قديمه بنستخدمها قديمة. ده بالنسبه للسلاسل عشان بيبقى اللي جواها سواد ما بيطلعش بسوده، يعني سلسله زي كده مثلا دي بيبقى جواها سواد، السواد ده هيطلع ازاي؟ فرشه الاسنان هي اللي بتدخل جوه المسنات دي بتطلعها. يعني معلش، طيب يعني بنقعها في ميه دافيه بحط عليها مسحوق. تمام انقعها قد ايه بقى؟ خمس دقايق. بعد كده كربونات مش هتسود ولا هيحصل لها مشكله؟ لا مش ولا هتسود ولا هيحصل لها اي حاجه. بعدين اجيب الفرشه اقعد بقى كده بالفرشه. بعد كده الفرشه لو ما فيش الكربونات هترجع لرونقها تاني. في الكربونات حاجه بسيطه. حضرتك كنت بتقول الفضه لا واخده طله او مش واخده طله، ايه بقى إيه الفرق؟ في فضه بقى بيبقى حد بقى طليها واخده طله. لو انا عملت فيها اللي انا بقول عليه، انا بطلع طبقه الفضه اللي عليها بترجع الفضه لطبيعتها تاني. دي بقى بتضطر بتدخل على فرشه بتتلمع كانها معموله لسه من اول وجديد، وده الافضل ان الفضه تفضل على طبيعتها ما تاخدش طبقه طلا. لان طبقه الطلا دي بيدوها ليه؟ لما بتكون الفضه مسوده منهم كده. لكن الفضه لما تبقى على رونقها على طبيعتها ده افضل حاجه ليها. لما نيجي نلمعها، نيجي ننضفها، نيجي نرجعها لطبيعتها تاني تفضل زي ما هي. لكن طلا فيها الكلام ده كله بيبوظها. طب انا برضو يعني عايزه اتنقل لحاجه تاني برضو عندنا في بيوتنا وهي مثلا الذهب.
خاصة الدبلة، يعني الدبلة بتقعد يعني من البداية لحد الآخر يعني، فساعات كده يعني شكلها بيغير. وساعات لو احنا عندنا مثلا ذهب كان جاي للأطفال وهم صغيرين، أو أنا عندي حاجة ما بلبسهاش يعني حاجة للذكرى، لما بنحطها في العلبة الحمراء بتاعت الذهب دي بعد شوية بعد كام سنة الذهب بيحمر، فهل ده صحيح ولا أنا باخد ولا هو الذهب بيفضل بطبيعته بس شكله بيتغير يعني شكله بيطفى شوية بيطفى منين؟ من اللي هي الطبيعة بتاعت الجو. هل القطيفة عشان هي مادة يعني هي عبارة عن ألواح كيماوية، هل مثلا بتاخد من شكل الذهب؟ يعني العلب اللي بنشيل فيها الحاجات تأثر؟ الذهب ما يتأثرش بسهولة. الذهب طبيعته ما يتأثرش بسهولة. العلبة القطيفة ما اعتقدش ان هي هتأثر في على الذهب في حاجة. واخد بال سيادتك؟ لكن اللي هيأثر على الذهب في حاجة اللي هي العوامل اللي هي يعني مثلا حد مثلا بيغسل مثلا ولابس غوايش كولات حاجات زي كده، ده بيتأثر. وخصوصا لو الوان يعني اللي هي جايه بالذهب احمر اصفر بيبقى فيه ذهب احمر واللي فيه ابيض والحاجات دي بالزبط. دي بتتاثر لان العوامل اللي بيغسلوا بيها بيبقى فيها حاجات كيماويات. طب احنا نلمع الذهب ازاي؟ الذهب يتلمع برضه بنفس الطريقه، الكربوناتو يرجعه لنفس رونقه. الكربوناتو ده اللي هو ايه، نجيبه منين يعني؟ من عند العطار. وفي السوبر ماركت على فكره، وفي السوبر ماركت بيتباع كيس مقفول كده. اسهل حاجه خلاص هاتينا معاكي وانت جاي. في طبعا وسائل كتير تاني بس احنا بنستعملها مش هينفع نستعملها في البيوت. يعني في حاجات احنا بنلمع بيها زي احماض مثلا وحاجات زي كده، حاجات كتير. بس دي للحاجات الذهب ولا تقصد يعني؟ برضو انا عايز حاجه تفرق لنا بين ان انا عندي عندي اباجوره لونها فضي اكيد دي مش ذهب، عندنا نجفه لونها كده برضو جايبها، الحاجات دي بقى الوانها بتغير، اجي لمعها بحط جلانس بحط حاجه تضيع الدنيا خالص. حلو قوي الجلانس، واخده بال حضرتك؟ ده بينضف كويس جدا. بس هقول لحضرتك على حاجه، في ناس بعد ساعات بتجيب حاجات خشنه زي سلك مثلا مواعين وتقعد تعمل بيه سلك ألمونيا وتقعد تنظف بيه النجف والحاجات، الحاجات دي حساسة جدا. يعني أقول لحضرتك ده مثلا شمعدان. الشمعدان ده نحاس ومطلي. مطلي دهب. بعد ما مطلي دهب واخد طبقة ورنيش. تمام. لما أجي أنا بحك بسلك أنا طلعت طبقة الورنيش. يبقى أصبح هو كده كشف على لون النحاس. رجع لونه زي كده. طب انا ايوه في فرق في الدرجه. انا مش عايزه يرجع للون ده، مش عاوز يرجع. يبقى انا لما اجي انضف، في نقطه صغيره قوي عاوز اقولها، اللي يجي ينضف الحاجات دي دقيقه جدا وحساسه جدا، يبقى اللي بينضف ما يقعدش يحك، يعني يحك في الحاجه جامد بالراحه خالص. طب انا مش هحك فيها بحاجه، بس ارش ايه عليها يلمعها من غير ما تبوظ ولا عادي؟ اي حاجه بتنضف ازاز تنضف. حتى بص انا جايب دي فيها كريستال. حتى الكريستال لو عملتيه برضه ترش بنفس الاسلوب ده كده، اي حاجه بتنضف الازاز هيرجع لرونقه تاني والذهب هيبقى زي ما هو تاني، بس اهم حاجه ما اقعدش احك جامد. طب يا استاذ مجدي، بعيدا عن الكريستال خلاص، المعدن نفسه لما بيجي عليه التراب وانا جيت بعد كده ارش حاجه ولمع بيبقى لازق برضه، مش بيرضى يطلع. ده اللي بيخلي الستات تفكر في الحاجات اللي بتحك بيها وتبوظ دنيا. لا هيطلع، هي تسيبه شويه ترشه وتسيبه شويه تسيبه على طول في وقتها. أيوة. يعني ممكن ترشه تسيبه 3 دقايق. تمام. يكون الحاجه اللي اصل الحاجه اللي عليه دي ايه؟ تراب، عباره عن تراب. ايوه. ممكن هي مستعجله عاوزه يعني يخلص بسرعه فبتجيبها اي حاجه. أيوة. فرشه خشنه، حاجه خشنه تنضف عشان بيها تنجز بقى عشان تنجز وتخلص. أيوة. واخده بال حضرتك؟ فالاصح ان هي تسيبه مثلا شويه 3 دقايق وبعد كده ترجع له تاني. لكن ما تجيبش الفرشه لحسن حد يروح يجيب المبلل. برضه وعملت بيه هي برضه هينضف كويس جدا وهيرجع الدهب لرونقه. بس زي ما حضرتك بتقول بالراحه يعني عشان فرشه لحسن حد يجي، لحسن حد يجيب الفرشه بتاعه الارض دي ويعمل الوقت ده ممكن يعيش معايا العمر كله بلونه كده ورونقه كده بلونه كده. لو انا عملت ايه، جيت كل اسبوع مثلا او كل 10 ايام مره جبت مثلا فرشه كده ونضفته شلت التراب اللي عليه، يبقى اذا لو جت رطوبه جت اي عوامل جويه طالما انا باستمرار بنضف خلاص ما خليتش التراب لزق فيه خلاص، طالما انا شلت التراب من عليه هيبقى. النجف نفس القصه. النجف برضو نفس القصه، في بقى انواع بقى مختلفه من احنا النجف ساعات بعد وقت بعد سنين تحس ان هو عجز كده من كتر ما هو فقد بريقه يعني. ليه؟ التراب بيبقى متراكم عليه. ايوه. بيقعد فتره محدش بينضفه.
وممكن لو في شباك مفتوح على حاجه في دبان بيدخل بيعمل فيه نقط سوداء. الدبان النقط السوداء دي بقى بتطلع بصعوبه. ياه. دي بتطلع بصعوبه. احنا عاده بننظف ويحب الكريستال كمان يقف عليه كمان. طب ننظف ده ازاي؟ كتير بننظف يا فندم باللي هو بتاع الازاز اللي هو بينظف الازاز. اللي هو بينظف الازاز ده هو ده كويس جدا ينظفه ورجعه تاني، بس اسيبه شويه عليه زي ما حضرتك. لو هو مش موجود عاوز افك الكريستال بتاع النجفه واسيبه في ميه ممكن ببريل او اريال حاجات من المنظفات دي في شويه ميه دافيه لقيمه يوم كامل. قيمه يوم كامل الكريستال تبص تلاقيه رجع زي ما هو. الله. كانك لسه جايبه من لكن حلوة. المعدن ما عملش معاه كده صح؟ المعدن لازم انا لو عملت عنده بالجلانس اللي احنا قلنا عليه او السوائل لازم يتنشف كويس قوي بعد كده. وبيتنشف مش باي حاجه. قطن. الحاجه ايوه قطن. 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 مش قطن قطن. لا ممكن فوطه قطن. فوطه قطن ايوه. فوطه قطن. طب حضرتك قول لنا الادوات. حضرتك لو معاك فوطه يعني نور الناس. معايا فوطه. عشان ايوه. جميل ان احنا يعني بالراحه كده بنشوف كل مع بعض. حاجه. الفوطه دي حنينه جدا. ايوه. دي لما بعمل بيها بتدخل جوه المسانات بتبقى لطيفه. دي بتتباع في كل حته يعني كل حته زي بتاعه العربيات. فوطه عاديه المسانات بتاعتها بتدخل بتطلع تراب بتطلع اي حاجه بيرجع الحاجه لرونقها. بتهيألي يعني الفوط دي حلوه في الخشب في معدن يعني هوري لحضرتك حاجه تاني مثال تاني. بص انا عندي حاجه حاجتين في بعض دلوقتي. عندي حاجه فضي في ذهبي زي كده ده كاس كاس مناوله. ده ستانلس. اللي بره ده كله نحاس ومطلي. جميل جدا. بال حضرتك ده هيعيش العمر كله مش هيغير لونه ولا يحصل له حاجه. طب برضو عشان ده ستانلس في الكنيسه محتاجين برضو يعني باستمرار نعمل ده. ما هو احنا عملنا ده بالطبع. احنا عملنا ده في الاول كان ده بيتعمل نحاس. حضرتك بعد شهر تبص تلاقي الكاس من هنا طوس. سود. 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 السواد ده سم. عملنا موضوع ان احنا نعمل الكاس يبقى من جوه ستانلس ومن بره يبقى نحاس مطلي. زي ما حضرتك شايف كده مطلي ده واخد بال سيادتك يفضل بالرونق بتاعه ده العمر كله لو ايه محدش برضه من الشمامسه او حد من الشعب يفضل يحط فيه جامد ده يتنشب بالراحه خالص بالراحه خالص كده. طب ما تعمل له يعني احنا محتاجين فوط زي دي مثلا تبقى المسبح بس لونها ابيض مثلا لون مختلف. في الفوط دي كتير ممكن فوطه زي اللي انا اقصد اقول في المسبح دايما بيبقى فيه ميه. يعني ابونا برش ميه مش عارف ايه فبتاع فبيجي الشماس عايز ينشف وهي اصلا بيبقى يعني خلاص بيبقى اخر حاجه بيبقى اللي لمس الكاس ميه. تمام. فبيبقى الشماس بيمسك بقى البتاعه ويقعد يحك زي ما حضرتك قلت كده. فدي مع الوقت تبهدل الدنيا. دي بتبهدل الدنيا. ده يعيش العمر كله كده ما يغيرش لونه لو احنا عملنا صح. بالطريقه اللي انا بقولها. ينشف الميه بالراحه خالص بالنسبه للذهب اللي بره. شوف انا ماسك الكاس ازاي بلفه كده بينشف كده في ده تحت كده فوق وبعد كده بحط الفضه الستانلس هتلاقيه بيبرق منور هو والذهب. والذهب رونقه اتغير بص بقى يلمع اكتر لما مشيت عليه بالفوطه. واخد بال حضرتك ويفضل زي ما هو ما يغيرش لونه ويعيش العمر كله معايا. انا عندي حاجه تانية كمان عاوز اوصلها كمان يعني معظم الكنائس بتبقى شايله مثلا الكاس بيبقى لك كيس لوحده يعني. تمام. دي حاجه ده حاجه كويسه صح؟ حاجه حلوه قوي 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 بس اهم حاجه التنشيف. في حاجه تانية هنرجع لها ايه اللي بيخلي الفضه تقلب وتطوس ولون لما بيكون في طقم فضه عندي. ايه اللي بيخليه يطوس وبيغير لونه وبيسود وبيحصل فيه كده؟ لما بيجي يتنشف احنا نشفناه بس عاوز برضو الشماس اللي هو بينشف يفضل يمسك فيه يلمع فيه لحد ما يجيب الرونق بتاعه. يبقى هو اتاكد ان هو شال بصمه الايه. شوف ايديا كده انا ده هايت وانا ماسك الكاس كده الكاس بيبصم صح بيبصم. ايوه لما يجي بقى ينظف الكاس يتك على الكاس جامد قوي لحد ما يتاكد ان بصمات ايده طلعت ولو عنده فوطه تاني الجزء اللي هو لمعه ما يرجعلوش تاني. تمام خلاص. يبقى البصمه بتاعت ايدي دي بتنقل اللي هي ان الكاس نرجع له هيسود تاني ويقلب تاني وهي دي اللي بتاثر. تمام. والحاجات حساسه قوي. طب احنا عارفين هيك جايب لنا حاجات مثلا نقدر نقارن دي لونها غير دي اتلمعت يعني ممكن ورينا كده.
دي صينية. صينية. ممكن نلمعها ونشوف مع بعض. حضرتك هتحط لها حاجة يعني؟ هنحط لها ده 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 حاجة تاني برضه. ده غير الكربونات. ده غير الكربونات. شو ده اللي أنت بتجيبيه منها؟ حاجة بقى متداولة وحاجة رخيصة جدا. إيه هي بقى؟ الكربونات. أنت شفت السبداج اللي هو بيدهنوا بيه؟ لا ما شفتوش. بيستعملوه في النقاش. هو ده؟ أسهل حاجة تلمع. اسمه إيه معلش؟ سبداج. سبداج، أوكي. أسهل حاجة تلمع الحاجات اللي هي. أنت عارف السبداج؟ لا. انا اعرف الكربونات. لا اعرف الكربونات بس. بيستعملوه في الدهانات يعني نجيبه من محلات البويات. من محلات البويات ده ارخص حاجه بتتباع. اوكي نستخدمه ازاي بقى؟ ده نعمل ايه؟ هقول لحضرتك. حط اللي هو السبيداك. انت حضرتك حطيتها على الفوطه. حاجه بسيطه. من غير ميه ولا حاجه؟ لا 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 لا، ميه تبهدل الدنيا. بوظ لنا الدنيا. ما انا بفهم عشان اعمل صح. طيب طب ما سهله دي من غير ميه من غير حاجه. دي لطيفه جدا. الله، دي بقت مرايه. بص انا يعني حاجه خفيفه قوي، ضعيفه خالص. سبيداك بس. السبيداك ده ما ياكلش من الطبقه. اي حاجه ما تاثرش على الحاجه خالص خالص. حلو قوي. هي لمعت بقت مرايه. انا عندي علبه زي كده، علبه بخور زي كده. ايوه. بص العلبه شكلها قالب من بره. جميله. بنفس الفوطه. مش هحط تاني بالشويه اللي هم موجودين في الفوطه. تمام. حاجه بسيطه لا تذكر. تلمع، بقت مرايه برضو. ايه ده؟ الله. بصي تحت قلبه. ايوه. ما عملناش حاجه تحت. مجرد بس التلميع. طب هو الطريقه دي تنفع نعمل بيها النجف؟ السبيداك؟ مش لا. ليه؟ هيدخل جوه المسانات، هيضايقك، مش هتعرفي تتخرجي تاني. هو النجف مشكلته انه حاجة عالي يعني. على الناشف كده ولو بفرشه ماشي. اكيد النجف عادي. لا عندنا إيه؟ عندي مشكله. طب الست هتفضل هتعمل ايه؟ تطلع على السلم تفضل مش على قدش بس حد يلمع العلبه. طب معلش يا استاذنا، هو بيستخدم في الذهب فضه كل حاجه؟ ده يستخدم برضه في كل حاجه. والذهب ماشي؟ والذهب ماشي كل حاجه. بس نغير لونه وبعدين لا ما يحصلوش اي حاجه. بس بالراحه برضه مش بال برضه الفوطه زي دي خلاص. شوف انا عملت ايه؟ انا ما قرصتش جامد بالراحه وما زودتش حته صغيره. بص عملت ايه؟ لا ده السبيداك ده طلع حاجه محترمه. وبعدين ده مش محتاج ميه لكن الكربونات عايز ميه. على طول بيبقى فيها سواد. ايه هي بقى؟ الشوريه. عشان من الفحم. الشوريا دي بس ده منطقي يعني. اقول على حاجه مهمه جدا. الشوريا حضرتك. ايوه. اللي بيخليها تبوظ واللي بيخليها تغير واللي بيخليها تقلب ان هم بيحطوا فيها فحم كتير. الفحم الكتير ده بيخلي الشوريا تسود وبتبوظ، ومن هنا بيطلع عليها سواد. طب عشان الدخان اللي طالع. لو حطوا على قد الفحميتين اتنين بس في قلب البطن بتاعت الشوريه هيشغل القداس من اوله لاخره. الشوريه هتعيش العمر كله مفيش دخانه كتير هتطلع وهتفضل برونقها. اسودت بشويه سبيداك زي ما انا عملت كده وتدعك ترجع الشوريه زي ما هي تاني. حتى مكان الفحم ما معلم وعامل كله ده بيطلع بالسبيداك. لا طبق الفحم كده كده بيبوظ بيبقى اسود طبعا. ده بيتنضف بطريقه تانيه، ده لازم يجي لنا احنا نعمله بقى. لكن الشوريه نفسها لو ادعكت بسبيداج من بره حلوه قوي ترجع تلمع تاني. هترجع زي ما هي تاني. النحاس اسهل حاجه بتطوز بسرعه، اللي هو الحاجات اللي هي على لون النحاس زي كده. الدف ده. الدف ده اوكي. برضه السبيداج برضه البصمات صعب قوي. هو بصمات اقل حاجه عشان ده على لونه. ده على لون النحاس. ده نحاس بيور على لونه. واخده بال سيادتك؟ ده برضه يتلمع بالسبيداج. يتلمع بالسبيداج. لو كل مثلا 3-4 ايام يفضل زي ما هو العمر كله ما يغيرش لونه. احنا بنشوفه ليه اسود في الكنيسه وكده. محدش بيهتم بيه. بعد ما بيخلص بيسيبه بصمات على بصمات بتطوص ويقلب هنا يبقى لونه ايه؟ غامق. ايوه. من البصمات اللي عليه. طب انا برضو عايز اسال حضرتك على في حاجات بتبقى السيدات عايز تحتفظ بيها في البيت، حاجات في المطبخ مثلا ولا حاجه. السبيداك ده يجيب معاها الحواض الاستلس او الحوض
اللي في البيت او اي اطباق استانلس اي حلل استانلس، السبيداج ده ممتاز. حتى للحوض، حتى للحوض يخليه زي الفل. دي معلومه حلوه جدا دي. حتى للحوض السبيداج ده حاجه فعاله قوي. الله. حلو عشان يلمع. يعني شويه السبيداج اللي حضرتك جبتهم دول ده يقعدوا معانا سنه، دول بكام مثلا؟ يعني الشكاره اعتقد بحوالي 5 جنيه، فيها حوالي 5 كيلو تقريبا يعني. الشكاره 5 كيلو؟ الشكاره 5 كيلو ب 5 جنيه او ممكن اقل من كده. احنا نديله 5 جنيه ادينا علبه زي دي احنا راضيين، مفيش مشكله. طبعا انواع طلا كتير، يعني في حاجات مثلا عاوزين نحافظ عليها. اللي هي الحاجات اللي هي بناخدها مثلا في كهدايا، حاجات اكسيدات زي كده. بس احنا بناخدها يعني هي بتبقى شكلها كده. هدايا تذكاريه زي كده. هدايا تذكاريه. هدايا تذكاريه زي كده. دي ميداليا. في حاجات بيبقى لونها نحاس احمر زي كده. صحيح. النحاس الاحمر ده لو احنا لو يعني لو هو قالب في اي حاجه مطوص الكلام ده كله، في ماده بقى بنجيبها، الماده دي بيبقى يعني اسهل حاجه ليها ممكن نرجعها لطبيعتها تاني. في ماده طبعا مش هينفع اقول اسمها، مش كده؟ طيب في ماده احنا بنعمل بيها بترجع لنا النحاس الاحمر. ينفع تستخدم في البيت ولا لازم يروح لكم؟ لا دي يعني لازم حد متخصص هو اللي يستخدمها. لازم تجينا الحاجات اللي فيها اكسدهات دي. طيب لكن انت عندك نجفه في البيت زي كده. فيها عاوزه ترجع النجفه، عاوزه ترجعيها فيها طبعا دراعات وحاجات زي كده. ممكن بحته سلك كده خفيفه وتدعكن النجفه، وبعد كده تجيب ورنيش تورنيشيها ترجع لطبيعتها. هتتكهرب صدقني. انا يعني مش بلاش النجف. بلاش النجف بقى، هي الناس هتتكهرب. اديته الحل، اديته الحل اللي هو هيستخدمه. طبعا من مصلحتي ان هي تعمل كده طبعا، بس يعني دلوقتي كل يوم هيكلمني يقول لي نظفتي النجف انا. مشكله يعني. احنا بنشكر حضرتك جدا على كل المعلومات القيمه. نورتنا يا استاذ مجدي. استاذ مجدي كامل صاحب احد مصانع المنتجات الفضيه والذهبيه، نورتنا جدا. مشكور. ربنا يخليك يا فندم. نورتنا ومشكورك جدا على المعلومات الجميلة اللي قلتها لنا النهارده. شكرا جزيلا لحضرتك. حضرتك طيب وبخير. ونخرج معاكم الفاصل دلوقتي ونرجع نشوف ليه بنفقد الشغف لكن في بيئة العمل في الشغل بعد الفاصل.